قبل بداية الفيديو أريدكم يا أساطير عندما تشاهدون هذا الفيديو للنهاية أن تعطوني رأيكم في هذه السلسلة الجديدة. الفكرة كالتالي: نزلت لكم بوست في الانستغرام، بالمناسبة اللي لحد الآن متابعني على الانستغرام يروح يتابعني، الرابط سوف تجدوه في الوصف أيضا في أول تعليق المتابعات. المهم، في الانستغرام دائما سوف أعلمكم بالأشياء التي سوف أعملها وسأخبركم بها هناك. ما علينا، نزلت لكم بوست قلت لكم فيه فكرة أسطورية سأعملها في اليوتيوب. الفكرة كالتالي: أنت راح تكتب لي الاي دي بتاعك وأنا راح أزور حسابك من خلال الاي دي وأشوفه وأعطي رأيي. المهم، العنوان سيكون زرت حسابات المتابعين إن شاء الله. أعتقد أنكم فهمتم الفكرة. في كثير ناس كتبوا لي اي ديات الخاصة بهم كما تلاحظون أمامكم. خلونا نزور حساباتكم يا أساطير ونشوف كيف شكلها. لكن قبل أن نبدأ يا أساطير، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يبقى يصلكم كل ما هو جديد في الثانية الأولى. ولا تنسوا يا أصدقاء أنكم تعطوني رأيكم في التعليقات عند نهاية الفيديو. خلونا نبدأ. الحساب الأول أو الاي دي الأول لهذا المتابع اللي كتبوا لي في الانستغرام في البوست كما قلت لكم في الانستغرام. المهم، خلونا ننزل للإضافة، ويعني وأنا قمت بعمل كوبي للاي دي وراح أقوم بعمل لوكولي ونشوف الحساب كيف شكله. بدي أشوف المتابعين كيف شكل حساباتهم يا أساطير. المهم، خلونا نعمل فحص لهذا المتابع ونشوف كيف شكله. يلا، ظاهر عليه إنه ما بيشحن كثير، فقط من النظرة الأولى. المهم، خلونا نعمل له فحص. المهم، كما قلت لكم يا اصدقاء، كنت عارفه انه ما بيشحن كثير. المهم، كاتب روح اودي، هذه لهجه جزائريه. المهم، دخل في كلان فيها 622,000. المهم، كلان اسطوريه ظاهر عليها. المهم يا اساطير، بالنسبه للفاير باسات شكله راح يخليها 180 180، صراحه والله انها اسطوريه يخليها 180 رغم انه ما بيشحن، لكن راح يخلي البروفيل اسطوري. لكن بالنسبه للناس يا اصدقاء، انصحكم ان تخلوه في الصفر كما راح افعل انا في هذا الفاير باس. المهم، خلونا نشوف كيف شكل لعبه. 182 جيم قاتل 388، يعني هذه في الحياة كلها، يعني شكله يعني الحساب يعني مقدم كثير كما تعرفون. المهم، ليفلز يا ربي، طلقة رأس 46. هنا في الديو لعب فقط 45 جيم. لا أعرف هل راح له حساب وعمل حساب جديد، لأنه هذا الحساب شكله يعني مو أسطوري كثير. المهم، طلقة رأس 27% في السكواد. المهم، لاعب 176 جيم، قاتل فقط 115، يعني شكله ربما مو مهتم باللعبة، يعني أصلا الناس ما صاروا مهتمين باللعبة كثير كما تعرفون. المهم، طلقة رأس عنده 50% في 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 السولو. خلونا نشوف السكواد. السكواد عنده 12% كما تعرفون، كما يعني تشوفون، ولعب 61 جيم، قاتل فقط 24، يعني شكله ما ظل مهتم باللعبة كما تعرفون. المهم، هذا هو يعني ليفل 47. غير لبسه يا اساطير، كما لو لاحظتم غير لبسه. المهم، غير لبسه يعني الان. المهم يا اساطير، هذا الحساب الاول، دعونا نروح للحساب الثاني. دعونا يا اساطير الان نشوف الحساب الثاني لهذا المتابع اللي كتب لي في الانستغرام. المهم، سوف نعمل كولي بهذا الشكل. قمت قمت بجلب الاي دي الخاص به وعملت له كوبي كولي. المهم، خلونا نعمل فحص ونشوف كيف شكل الحساب الخاص بهذا المتابع ونعطي راينا فيه يا اصدقاء. المهم، اللي في 45 كما تلاحظون امامكم. المهم، ظاهر على الحساب انه يعني جديد، يعني مو قديم كثير. المهم، شاحن فاير باسين بس مو جايب سكين، يعني مو مكمل 225، يعني شاحن الفاير باس كمل، يعني ليش ما تكمل؟ لا اعرف لماذا. يعني داخل في هذه الكلان فيها 381,000 يعني في الجلوري، كلان اسطوري شوي، ولكن اهم شيء هو اللعب. دقيقه نشوف اللعب. هذا السيزون يا اصدقاء لم يلعب اي جيم، شكله كره ام اللعبه. شوفوا، لم يلعب اي جيم في هذا السيزون. المهم، خلونا نشوف مدى الحياه. هل عنده 3 في الكادي؟ والله انه اسطوره، 3 في الكادي، 32% في طلقه راس، والله انه اسطوره صراحه. ظاهر عليه انه بيلعب. لاعب فقط 155 جيم، قاتل 455. هؤلاء الناس هم اللي بحب انا ازور حساباته. شوفوا، في الديو 2 في الكادي، صراحه شيء اسطوري يعني في في و 29% في طلقة رأس، يعني مو كتير مثل السولو. هنا 31% في طلقة رأس، كلاس سكواد أيضا 44% في طلقة رأس. المهم، ظاهر عليه إنه أسطورة بكل صراحة يعني، لكن الحساب جديد يا أصدقاء، يعني مو قديم كثير. المهم، يكون عمره عام أو مثل، يعني يكون عمره يعني سنة. المهم يا أصدقاء، دعونا الآن نروح للحساب اللي بعد.
الحساب الثالث الذي معنا في هذا الفيديو لأحد المتابعين أيضا كتب لي في الانستغرام أيضا الايدي الخاص به في البوست كما قلت لكم. المهم عملت له كوبي كولي للايدي الخاص به. المهم ظاهر عليه أنه يشحن شوي، يعني شوفوا البانر، يعني هذا البانر الخاص بالفاير باسات، لما تشحن 6 فاير باسات تحصل على هذا البانر. المهم لكن الآن ظاهر عليه أنه ما بقى يشحن. يعني المهم شوفوا يعني اللبسة، أعتقد يا أصدقاء أنه هذا مو سيرفرنا. شوفوا اول شيء كما تلاحظون هذو هما الفاير باسات، يعني ظاهر عليه كان يشحن لكن الان ما عاد يشحن، يعني تقريبا من قبل 6 اشهر لم يشحن ابدا. المهم كما قلت لكم يا اساطير ظاهر عليه انه مو في سيرفرنا، لانه هذا الراس الغزال يعني مو في سيرفرنا. المهم ظاهر عليه انه ما في سيرفرنا هذا الحساب. المهم علينا، خلونا نشوف في السولو عنده 24% في طلقات راس و1 في الكاضي. المهم لاعب 759 قاتل فقط 849، يعني ماشي اسطوري بكل صراحه. المهم هنا لاعب 300 جيم قاتل فقط 500. المهم هنا لاعب 500 قاتل 1300، يعني نقول في كل جيم بيجيب كيلين، يعني شيء اسطوري، و33% في الهيد، يعني في السكواد عنده يعني شيء اسطوري، اما في السولو والديو يعني مو شيء كثير اسطوري. المهم هذا السيزون يعني شكله ما تبقى يلعب كثير، 30% عنده في الهيد. هنا كما تلاحظون عنده يعني لاعب 17 قاتل 46. هذا الشخص يعرف يلعب فقط في السكواد، لانه احس انه في السكواد يلعب، او عنده اصدقاء يعني يلعب معهم في السكواد او مثلها، يعني في السكواد هو فين يعني عنده طلقة رأس عالية والكارد عالي. المهم يا اساطير الان دعونا نروح للحساب الرابع. الحساب الرابع الذي معنا في هذا الفيديو وهو لهذا المتابع ايضا كتب لي في الانستغرام في البوست انستغرام كما قلت لكم، عملت الكوبي للاي دي، وها نحن سوف نزور حسابه ونشوف كيف شكله. يلا خلونا نعمل فحص، يعني فاتح من قبل 35 دقيقه، يعني شكله يلعب اللعبه كثير يا اصدقاء. المهم 4600 لايك، والله يعني اسطوري. ليفل 58 ظاهر عليه انه من سيرفر مينا. المهم الكلان فيها 800 الف جلوري، والله يعني شيء اسطوري صراحة. الكلان فيها 800 الف جلوري. انا ايضا يا اصدقاء الكلان الخاصة بي، دقيقة اوريكم كما تلاحظون، هي الكلان الخاصة بي 806 الف في الجلوري، يعني قريبة ان شاء الله على المليون. المهم الناس التي تطلبوني ان تدخل للكلان قريبا سوف ابدا بتعميرها يا اصدقاء، الان مو مهتم كثير، فاهمين كيف. المهم كلان اسطوري اللي داخل فيه هذا المتابع. المهم الفير باسات ظاهر عليه انه ما بيشحن كثير، لكن يعني لو بيظبط الفير باسات راح يكون شيء فعلا اسطوري. شو نصيحه لاي شخص يشاهدني الان، حاول انك في الفير باسات تخليهم يعني 100 او 200. المهم خلونا نشوف السولو، يعني 18 في الطلقه راس و1 في الكاضي، يعني شكله يعني ما يعني مو محترف كثير في اللعبه. المهم ديو ايضا يعني 1 في الكاضي وطلقة رأس 15%، يعني كما قلت لكم ظاهر عليه أنه مو محترف كثير، يعني نوب شوي بكل صراحة. عادي يا عزيزي المتابع، يعني نحن نقول الصراحة. المهم خلونا نشوف هذا السيزون، هذا السيزون شكله ما تبقى يلعب كثير اللعبة. المهم المهم هذا هو، يعني أحس أنه ما صار يلعب كثير اللعبة. شوفوا يعني كما تلاحظون يعني 3 جيم 4 جيم، يعني ما صار يلعب كثير يعني في هذا السيزون ابدا. المهم صفر كاع في طلقة راس 43 دقيقة نشوف. المهم هذا هو حساب يا اصدقاء ليفل 58، حساب يعني نوعا ما اسطوري. الحساب الخامس الذي معنا في هذا الفيديو هو لهذا المتابع كتب لي في الانستغرام يعني الايدي الخاص به، وسوف نزور حسابه الان. المهم عملت كوبي كولي للايدي الخاص به وخلونا نشوف حسابه كيف شكله. المهم فاتح منذ 6 ساعات، يعني الحمد لله الحساب مو مبند. طنجاوي وراسي عالي، تحيه لطنجاوي اللي كيتابعوا لي من طنجه. المهم خلونا نشوف الحساب، داخل في كلان فيها 843 الف، يعني كلان اسطوريه. يعني القائد الخاص بها ليفل 72 وعامل طاق ايضا، هذا الاخ ريضا عامل طاق. المهم الفاير باسات شاحن فاير باس جمع فيها 433، والله انك اسطوره لانك جمعت 433. يعني يبقى في الفاير باس اللي ما بيتكمل وما تجيبش السكين. هنا عنده 40 في الهيد. المهم شكله يلعب يعني محترف شوي، لاعب 20 جيم قاتل 22، يعني ما قاتل كثير بس جايب طلقات راس اسطوريه.
هنا ديو عنده ناقص بالنسبة للسكواد أيضا، لأنه يعني 32 في الهيد يعني شكله يلعب على الهيد، بس ما صار يلعب كثير في هذا السيزون ظاهر عليه. المهم 41% في الهيد يعني في السولو. هنا في السكواد 1 في الكابضي لعب 151 جيم، المهم 28 في الهيد يعني في الطلقة رأس. المهم خلونا نشوف سكواد، سكواد دقيقة عنده 2 في الكابضي و 33% في طلقة رأس. المهم سكواد عنده أسطوري بكل صراحة. المهم كلاس سكواد 46% في الهيد، المهم ظاهر على انه يعني يلعب يعني أسطورة في اللعب بكل صراحة. المهم يا أصدقاء هذا كان معنا آخر حساب. المهم يا أساطير هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن الفيديو يكون أعجبكم، وكما قلت لكم فكرة جديدة حبيت يعني أن أتشاركها معكم، وإذا أعجبتكم سأستمر فيها، وإذا أعجبتكم ووصلت معي لهذه اللحظة أول شيء شكرا لك من القلب، ثاني شيء راح تنزل التعليقات، وإذا بدكم يعني جزء ثاني اكتبوا لي في التعليقات نريد جزء ثاني وأعجبتنا السلسلة، وإذا لم تعجبكم أيضا قولوها لي في التعليقات ما عندنا أي مشكل. يا ساطير وهذا هو حسابي على الانستغرام كما قلت لكم، اذا احببتم هذه السلسله وعملت منها جزء ثاني ايضا سوف انزل بوست في الانستغرام وسوف اقول لكم الاي دي وكذا، لذلك ادخلوا عندي الانستغرام الرابط سوف تجدونه في الوصف ايضا في اول تعليق متبات. المهم هذا هو الانستغرام لين اكس اف اف 231. المهم يا اصدقاء شكرا لكم من القلب على المتابعه، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وايضا تفعيل الجرس لكي يبقى يتلقون كل ما هو جديد في الثانيه الاولى، وكان معكم لين اكس والسلام عليكم.